واحد بيقول اثناء الاعتراف يقول الاب الكاهن عن السيد المسيح ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. فما الدليل اثناء وجود المسيح في القبر ان لاهوته لم يفارق ناسوته؟ الدليل هو ان اثناء مجسده موجود في القبر ان روحه المتحده بلاهوته ذهبت الى اقسام الارض السفلى واخرجت الراقدين على الرجاء وفتح لهم باب الفردوس ودخلهم الفردوس ودخل معهم اللص اليمين. وكل الحاجات دي مش ممكن تتعمل الا بواسطه اللاهوت.